أهلا بكم من جديد. مستهل النشرة من تنزانيا وافتتاح نهائيات الدورة الثالثة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده برحاب مسجد محمد السادس بدار السلام بحضور عدد من الشخصيات الدينية والسياسية والدبلوماسية. هذه المسابقة القرآنية تعزز الجهود التي يرعاها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المؤسسة لخدمة الإسلام والمسلمين في القارة الإفريقية. ويشارك في هذه المسابقة النهائية 88 مشاركا ومشاركة بعد مرحلة الإقصائيات التي تم تنظيمها في 34 فرعا لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. من دار السلام مراسلات حفيظ الهواري وحسن سلع. مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تجسد إرادة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في جمع ولم الصف الإفريقي بين الإخوة الأفارقة. ففي مسجد محمد السادس بدار السلام في تنزانيا اجتمع رؤساء فروع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، جاءوا من 34 دولة، وحضر ثلة من علماء إفريقيا ونخبة من رجال السياسة في تنزانيا، في مقدمتهم الرئيس الأسبق لجمهورية تنزانيا ونائب رئيس الحزب الحاكم. توحدت كلمتهم جميعا واجتمعت قلوبهم حول كتاب الله تعالى من خلال مسابقة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. I am delighted that His Highness. أنا ممتن أن جلالة الملك أرسى هذه المؤسسة الهامة جدا التي توحد المسلمين في مختلف الدول الإفريقية في مسابقة كبيرة للقرآن الكريم. أرجو الله أن يحقق لجلالته كل متمنياته. إن شاء الله may Allah pay him, may Allah give him all the rewards. C'est une initiative noble de Sa Majesté. هذه مبادرة نبيلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي أرسى هذه المسابقة من أجل صيانة وحفظ القرآن الكريم. هناك أيضا تكوين للأئمة الذين يحفظون القرآن كما يجب، وأئمة يستطيعون أن يمنحوا معنى لحياة المؤمن. لم يكن هذا ممكنا إلا بتوجيهات ومواكبة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يدعم المسلمين والمؤمنين والعلماء عبر العالم، خاصة من خلال هذه المؤسسة التي تمكنت خلال بضع سنوات فعل أشياء كبيرة للأفارقة. وقد أكد الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أن هذه المسابقة تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز. لقاء الإخوة الأفارقة جاء في يوم له رمزيته الدينية، هو يوم جمعة اجتمعوا فيه ليستمعوا لخطبة الجمعة وليصلوا ويربطوا صلتهم بالله، وليربطوا من خلال هذا الجمع الماضي بالحاضر. فسلاطين وملوك المغرب عبر التاريخ كانت لهم أياد بيضاء على إخوانهم الأفارقة. انطلقت بعد ذلك مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن وترتيله وتجويده بين 88 مشاركا ومشاركة تمكنوا من التأهل لهذه الدورة بعد الإقصائيات على مستوى كل فرع من فروع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ما بين 12 و 19 أبريل من العام الجاري. هذه النهائيات هي تعتبر في الحقيقة ثمرة من ثمرات جهود المؤسسة برعاية أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يرعى القرآن والحفاظ ويرعى المساجد في إفريقيا. الفروع المشاركة عددها 34، المتسابقون 88 متسابق، فروع المسابقة 3، الفرع الأول الحفظ الكامل برواية ورش، الفرع الثاني الحفظ الكامل ببقية الروايات، والفرع الثالث ما تيسر من 5 أحزاب. وعندنا لجان تحكيم من 3 فيها قراء كبار ومختصون في علوم القرآن والتجويد والقراءات وغير ذلك من المغاربة ومن باقي الدول الإفريقية الأخرى. وعندنا أيضا مشاركات طيبة لشباب يتبارون في هذه المسابقة، أصغرهم سنا، ولد عمره 9 سنوات، وأحفظه
القرآن العظيم ومن دولة سيراليون. وتستمر هذه المسابقة على مدى يومين في تنافس كبير ونبيل حول كتاب الله في 3 فروع. هذه المسابقة القرآنية هي من حسنات ومكارم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي تنضاف إلى جهودها العلمية التي يرعاها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله خدمة للإسلام والمسلمين في ربوع إفريقيا. حفيظ الهواري وحسن سيلا، الأولى من مسجد محمد السادس في دار السلام في تنزانيا. وينضم إلينا اللحظة مباشرة من دار السلام بتنزانيا الدكتور إدريس الفاس الفهري نائب رئيس جامعة القرويين بفاس. أهلا بك سيدي. بداية دكتور فاس الفهري، مسابقة قارية من هذا الحجم لمؤسسة علمية عريقة هي مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أين تكمن أهميتها دكتور فاس الفهري؟ دكتور فاس الفهري دكتور فاس الفهري تسمعني؟ نعم، هل تسمعينني أنت؟ مساء الخير، أنت على المباشر معنا دكتور فاس الفهري. بداية سألتك أن مسابقة قارية من هذا الحجم لمؤسسة علمية عريقة هي مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أين تكمن أهميتها دكتور؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهمية هذه المسابقة هي من أهمية القرآن العظيم والاهتمام بالقرآن العظيم، وهو الاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة أمير المؤمنين عناية قصوى كما تعرفون في مؤسسة طبعا مصحف الشريف وغيرها، وفي مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة كان من أهم أنشطتها ومن أنشطتها الرئيسة تنظيم مسابقة القرآن العظيم وتجويده وترتيله، وذلك من أجل تشجيع الناشئة على ما كان عليه أسلافه من هذه الأمة المحمدية من العناية بالقرآن العظيم وترتيله وتواتر روايته عبر الأجيال وعبر العصور. دكتور فاس الفهري، مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في بضع سنوات استطاعت أن تقوم ببرامج كبيرة في القارة الإفريقية بفضل الرعاية السامية لأمير المؤمنين، لو تقربنا من أبرز مظاهر العناية المولوية السامية. العناية المولوية السامية هي منذ انطلاق المؤسسة في حرم جامع القرويين الذي يعد أقدم جامعة في تاريخ البشرية، ومظاهر هذه العناية وما أنجزته المؤسسة في هذه السنوات القليلة من عمرها هو شيء ذو بال، بحيث استطاعت في هذه الفترة تأسيس الفروع في مجموعة من البلدان الإفريقية بلغت لحد الآن 34 بلدا إفريقيا، تنظيم برامج هذه الفروع، تنظيمها الإداري، العناية أو إطلاق مشروع العناية بالتراث الإفريقي، إصدار مجلة العلماء الأفارقة، إصدار الموقع الإلكتروني للمؤسسة بجميع مشتملاته، تنظيم مجموعة من البرامج ومن الندوات في مختلف الفروع، بحيث التأم في نطاق وفي أحضان هذه المؤسسة في كل فرعين من فروعها في عموم التراب الإفريقي في كل بلد من هذه البلدان، ندوات علمية ربطت بين علماء المملكة المغربية وعلماء هذه الدول، وذلك بغاية تحقيق أهداف هذه المؤسسة كما سطرها
أمير المؤمنين في الظاهر الشريف المؤسس لها، بحيث تتعاون مع الجهات المعنية بالشأن الديني الإسلامي في مختلف البلدان الإفريقية وتعاضدها وتساندها للمحافظة على هذه التوابيت الإسلامية الإفريقية المغربية المشتركة وحفظ هذه الهوية التي تشكل هذا الرباط الجامع بين هذه الدول كلها وبين علمائها على الأخص، سواء فيما وذلك بالخصوص لوضع صمام أمان من جميع الانحرافات التي يمكن أن تلحق بالتدين الإسلامي في هذه الدول الإفريقية، وذلك في نطاق مجموعة من الجهود الأخرى أسهمت بها مجموعة من المؤسسات التي أعطى انطلاقها أمير المؤمنين، مؤسسة محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات وغير ذلك من هذه المؤسسات الرائدة، ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في هذه الفترة الوجيزة من تاريخها استطاعت أن تربط مجموعة من العلاقات القوية بين علماء المملكة المغربية وإخوانه في مختلف هذه الدول وعلماء هذه الدول فيما بينهم. الآن عندما التقينا هنا في دار السلام من أجل هذه المسابقة وجدنا ألفة كبيرة حاصلة بين علماء مختلف هذه الدول، وكأنهم أسرة واحدة في أحضان هذه المؤسسة، لكل برامجه، وبعض هذه البرامج يصب في بعض ويتعاون على مختلف الأصعدة التي تتم بها المؤسسة كما هو محدد في لجانها المعينة لها. الدكتور إدريس الفاسي الفهري، نائب رئيس جامعة القراوين بفاس، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من دار السلام بتنزانيا.